بون القراءه صحيح نعرفوه ملعب صعب كونتر اون ايكيب اللي تتعدى باساج افيد دونك يحبوا يصلحوا الوضع نتاعهم ويعملوا اون رياكسيون الطقس هذا كيف كيف كان صعب علينا شويه مع التوقف اللي كان موجود زيد على ذلك يعني ارضيه الميدان لكن الحاجه اللي معناها نجموا نثمنوها هو كون نشكر اللاعبين على المردود اللي قدموه الغزير وعلى الانضباط وخلينا نقول الروح اللي لعبوا بها اللي اخذ 3 نقاط في ملعب صعب اللي نجم نقول يخولنا باش يعني نسعد التحبة نتاعنا ونفرحهم لانه نعرفوه تنقل صعب وعنده اهميه النتيجه نتاع المباراه هذه على معناها حصد النقاط في المراكز الاولى. جاوبنا على التغييرات اللي قام بها الفريق الخصم اصبح يلعب يعني باثنين مهاجمين دونك خيرنا نكونوا معناها اكثر يعني سيكوريتي من الخلف نصبحوا نلعب يعني بثلاثه قلوب دفاع. ثم عامل الحراره يعني اثر معناها على المخزون اللياقي نتاع اللاعبين قاموا بمجهود معناها لاعبي خاصه لاعبي خط الهجوم. فكانت التغييرات هي من الناحيه التكتيكيه وخاصه لا جيستيون معناها نتاع المجهود البدني ثم لما تقوم تغييرات من الجانب الهجومي فهذا يعني يكون عندنا يعني نقولوا احنا باش نلقاو المساحات في نهايه المباراه ونقوم بهجمات سريعه فهجمات سريعه نجم ننجحوا فيها لما يكونوا لاعبين معناها فري شويه في نهايه المباراه تكون عندهم مخزون بدني لاباس به فهذه كانت القراءه عموما للمباراه وتعاملنا كيف كيف مع الخصم مع المناخ مع كما شفنا اليوم مادام نحكي في بارز اوفيسيال نتاع الفريق نتاعنا التحكيم اللي خلينا نقول معناها كان صعب علينا شويه وزاد سيدي صالح قام مباراه خلينا نقول بطوليه وخلى الفريق معناها في المباراه وبطبيعه الحال ديما لما نقول فرديا لاعب يجيب مباراه فهو يعني بالاكيد ما ينجم كان حارس المرمى هو اللي يخلي الفريق نتاعو بمجهود فردي معناها في المباراه وهذا ما قام به اليوم قام بالدور نتاعو لافضل وجه وكان يعني خلينا نقول دخول موفق في مباراه صعبه.